وعلى ذكر المنيا اللي حصل فيها حادثة القطر امبارح في صملوط، والحمد لله عدت سليمة وما عندناش ضحايا. محافظة المنيا بقى لما تتكلم كده عن الثروة المحجرية في بلدنا واللي الحمد لله ربنا مدينا من وسع، المنيا بتمتلك أعلى نصيب من حيث الثروة المحجرية، لا سيما محاجر الطوب الأبيض. تقريبا 127 محجر موجودين في جبل المنيا، إجمالي العاملين في هذه المحاجر بيتجاوز 55 مواطن منياوي. طول عمرها المنيا دي العربيات النقل الكبيرة اللي جاية محملة طوب أبيض، جاي منين يا بلدينا؟ يقول لك جاي من صملوط، جاي من ملوي، جاي من مغاغة. المهم المنيا في يوم من الأيام كانت بتسيطر على السوق المحلي وبتوزع الطوب بتاعها على كل ربوع الوطن. ده طبعا قبل الجيش ما ياخد المحاجر ويقفل حوالي 80% من المحاجر ويبقى الثروة المحجرية متمركزة في 20% ويسرح العمال ويجيب عمال من بره ويشغل الجنود بالصخرة. يعني بنتكلم في المجمل، يعني مش عايزين نخش في حتة سيطرة الجيش عن المحاجر، خلينا نتكلم عن الثروة المحجرية في محافظة المنيا واللي بتعتبر أحد أهم مصادر الدخل للفقراء والعمال في محافظة المنيا. بقول لك 55 ألف عامل معظمهم من أرياف المنيا بيشتغلوا في هذه المحاجر، بيشتغلوا بدل الخمس ساعات بيشتغلوا 13 و14 ساعة في ظروف عمل تصور أو تقدر تقول عليها الأسوأ في البلد. شغال بقى بيتعامل مع السكاكين، عارف انت البتاع السيف اللي بيقطع الطوب ده او المنشار اللي بيقطع الطوب ده، حاد جدا بيقطع اي حاجه تيجي في سكته. بيتعامل كمان مع الكهرباء، لما الدنيا بتشتي بيبقوا عرضه انهم يتكهربوا. بيتعامل مع الغبار والتراب اللي بيطلع من قطع الطوب ده، بيسبب مشاكل في الرئه وفي العين وفي الاذن. بيتعامل مع الشمس بقى والحر، يعني مفيش اي معاملات امان او ضمان لعمال المحاجر. ضيف عليهم بقى الموضة الجديدة، والموضة الجديدة دي طبعا مرتبطة بفشل البلد في المشروع القومي للطرق والكباري. هذا الخبر كان يوم الاثنين اللي فات، إصابة 16 مواطن من عمال المحاجر في انقلاب سيارة بالمنيا. ليه بيصابوا؟ لأنهم كالعادة بيركبوا العربية النقل اللي انت شايفها دي، اللي هي عزك الله يعني عربية المواشي. عمال المحاجر اللي المفروض بيتحركوا من بيتهم الساعة 4 الفجر عشان يوصل المحجر الساعة 7 الصبح يبدأ شغله قبل الحر وقبل الشمس. كل يوم على الله اللي ما يموتش بسبب السلاح اللي بيقطع، أو ما يموتش بسبب مرض رئوي أو في العين أو في الودن بسبب الغبار والتلوث، ممكن يموت في حادثة. الحادثة دي أيضا كانت قبل شهر في 16/8، صحة المنيا تعلن وفاة أحد مصابي حادث انقلاب سيارة عمال المحاجر. بنفس الطريقة بقى في حادث تاني أيضا كان اهوت يوم 12 يوليو قبل في شهر 6، إصابة 15 مواطن في المحاجر في حادث على الطريق الصحراوي الشرقي. الصحراوي الشرقي ده بالمناسبة السيد كامل الوزير بيقول انه طوره وصرف عليه 40 مليار جنيه. محافظة المنيا لوحدها كان بيقول لك صرفنا على السكة الحديد فيها 3 مليار و100 مليون جنيه، صرفنا على الطرق والكباري في محافظة المنيا 4 مليار جنيه، يبقى نصيب المنيا من الاتنين تريليون بتوع السيسي في الطرق والكباري 7 مليار و100 مليون جنيه. عمال بند واحد، هم عمال المحاجر، كل يوم على الله حادثة وكل يوم على الله مصاب وضحية، ضحية ومصاب. ومن لم يمت بإهمال الدولة في مواقع التحجير مات بإهمال الدولة على الطرق والكباري اللي صرفنا عليها دم قلبنا. شوف كده هذا الخبر، قال لك عمال المحاجر في المنيا رزقنا اليوم بيوم ومستنين الموت أو الإصابة في أي لحظة. شايف الصورة اللي قدامك دي؟ السن المدرج أو السلاح المسنن ده، ده اللي المفروض بيقطع الطوب. الطوب ده بيبقى موجود في جبل ضخم، لو حد فيكم سافر على الصحراوي الشرقي من المنيا لأسيوط أو من القاهرة لأسوان أو الأقصر هيعدي من جنب هذه الجبال اللي موجود بعضها في مغاغة، في ملوي، في المنيا، في دير مواس، في صملوط. جبال ضخمة جدا، مساحات شاسعة، هو سلاح بيتعاملوا معاه، إصابات في باتر في الأطراف في الأصابع، إصابات بضربات شمس، إصابات بسبب التلوث، بسبب التراب، بسبب، وكل دول بلا تأمين صحي
بلا ضمان اجتماعي، بلا حتى تطبيق حد أدنى للأجور. ده أحد عمال المحاجر في المنيا بيقول لنا ماذا يحدث في هذه المحاجر. ده ضيف عليهم طبعا حوادث الطرق والمواصلات الغير آدمية اللي بيتعاملوا بيها. نتابع. بيحصل ممكن في الصالة تطلع ما يلحقش في المكنة تطلع. قبل كده مرة جسمت واحد من الصين الموازنة حديد، لما بتقطع في الجبل مش بتقطع في جسم البني ادم، لا طبعا بتقطع في جسم البني ادم، فهو هي طالعة ممكن الصناعي ما يلحقش يقفلها. التراب ده برضه عم يأثر على العينين، برضه عينين الواحد تعبت، يعني مش عم يحقق حاجة قدام، والمناخير برضه عم تسد، كل حاجة يعني خطورة من كل حاجة. الأغرب في الموضوع ده إن 45% أو من 30 ل 45% من عمال المحاجر بيكونوا أطفال تحت السن القانوني للعمل، اللي هو تحت ال 17 تحت ال 16 بيسيب المدرسة ويروح يشتغل عشان طبعا يعين أهله. محافظة المنيا المحافظة رقم 4 من حيث مستوى الفقر على مستوى الجمهورية، محافظة المنيا أيضا المحافظة رقم 3 في نسبة عمالة الأطفال وانخفاض الحد الأدنى للأجور أو المرتب واليومية اليومية للعامل. شوف هذا الخبر، قال لك نتيجة لافتقار المحاجر للأمن الصناعي رصدت أحد المؤسسات 70 حالة وفاة عمالية ده خلال عام واحد. التقرير اللي عملته منصة 360 كان بعنوان الأيدي الدامية أطفال محاجر المنيا. ضيف بقى على 70 حالة وفاة في السنة، تعال بقى شوف كام واحد أصيب أو مات بسبب حوادث الطرق. فين بقى الدولة؟ فين وزارة النقل؟ فين وزارة التضامن الاجتماعي؟ فين حقوق الطفل؟ فين حقوق العامل؟ مفيش أي حاجة موجودة إذا كان الكلام عن العمال في محافظة المنيا. بينحتوا في الصخر، لا تأمينات صحية ولا ضمانات اجتماعية، اللي بيصاب بينام في بيته بلا عائل، واللي بيموت الله يرحمه بنصلي عليه وندفنه ونقول الله يرحمه كان راجل كتر ألف خيره، عاش فقير ومات الله يرحمه. ده اللي بيحصل كده باختصار مع 55 ألف عامل هم عمال المحاجر في محافظة المنيا. زمان كنا بنقول إن أصحاب المحاجر دولت طماعين وبياكلوا قوت الغلابة، لكن دلوقتي بعد ما الجيش حط إيده على هذه المحاجر نقدر نقول إن الدولة هي اللي طماعة وحط عينيها على قوت الغلابة، بتشغلهم من صباحية ربنا لحد بالليل بلا ضمان اجتماعي أو بلا تأمين صحي أو بلا حتى مواصلات، فبيموتوا على الطرق في حوادث الطرق. دي كانت قصة عمال محافظة المنيا. نتمنى لهم السلامة، ونتمنى وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة العمل، الجماعة بتوع الطفل يشوفوا بقى حال الطفل في محافظة المنيا.